السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة الثالثة من سلسلة الماركتينغ فوندامونتال ايبيزود 3 لا فونكسيون ماركتينغ او سان دو لونتربريز les orientations en marketing dans la conduite de leurs activités commerciales et d'échange et le choix d'une stratégie marketing, les entreprises disposent de plusieurs orientations en matière de gestion. Kotler et Despois en dénombrent 6. Et voilà. Bien sûr, حلقات الماضية بعد la définition, بعد les concepts de base, d'abord نشوفو les orientations en marketing اللي تقدر l'entreprise تبناها. C'est normal, لأن حنا عندنا 6 ديال les orientations, وحنا اليوم غادي نركزو على l'orientation الأولى, وغادي نشوفو واش تجيبو لينا. L'entreprise, normalement, عندها الاختيار بين 6 ديال les optiques, ولا الواقع تيفرض عليها الاختيار ديال une stratégie marketing على حساب هاد les optiques اللي عندنا. عندنا l'optique production, l'optique produit, l'optique vente, l'optique marketing, l'optique client et l'optique marketing sociétal. Nous serons acteurs. Maintenant, donc, un marché, donc je suis une entreprise commerciale maintenant, je suis une entreprise commerciale, une orientation marketing, je suis une entreprise commerciale. دونك على حساب كوتلر اي دي بول نورمالمون هذا هو الواقع. نقدر ندير ونختار وحده من هاد لي زوبتيك اللي عندي, اما برودكسيون برودوي فونت ماركتينغ كليون ماركتينغ سوسيتال, وكلهم داخلين في اطار ديال الماركتينغ. نبداو حنا بيان سور بالاولى. اليوم غادي نركزو على لوبتيك برودكسيون. S'applique typiquement lorsque la demande excède l'offre, par exemple dans un pays en voie de développement. Donc, ملي تيكون عندنا العرض قل من طلب, معنى واحد المنتوج عليه طلب كثير, علاش انت غضطر انك دير دي زوفر بروموسيونيل ولا دير لا بيبليسيتي الوغ بان البرودوي ديالك مطلوب بزاف؟ دونك سي با لا بين دو لو فير. دونك الناس شنو تيكون عندنا واحد لوبتيك باردون اوبتيك برودكسيون, وقلنا كيطبق غالبا ملي كيكون عندنا طلب اكثر من العرض. لونتربريز ما كتركز فقط على الانتاج, يعني الرؤيه ديالها كتكون رؤيه انتاجيه اوبتيك برودكسيون. علاش؟ لان عارفه بان هذيك البرودكسيون ديالها دونك سوغ ايكولي اوتوماتيكمون في المارشي, معناها تتباع بواحد السهوله كبيره. L'optique production suppose que le consommateur choisit les produits en fonction de leur prix et de leur disponibilité. Le rôle de l'entreprise est donc d'accroître la capacité de production compte tenu des priorités supposées des clients. Voilà. Donc, on a obtenu un facteur. Il y a une théorie. L'optique production suppose que le consommateur choisit. Donc, le musulman qui choisit le produit à l'achat. La disponibilité ديالو, يعني المنتوج متاح في الاسواق, والسعر ديالو دونك محتاج ليه هو بزاف. ولكن ملي كيكون هادو ديال العوامل, يعني طالما البرودوي كاين غادي ياخذو, طالما الثمن مزيان غادي ياخذو. دونك لو رول ديال لونتربريز شنو في هاد الحاله هادي, هو ترفع من وتيره ديال الانتاج بغض النظر على الاولويات اللي مفروض تكون عند الكليان. علاش؟ لان ماشي بالضروره هنا غادي نجاوب على سي تو سي, يعني كونسوماتور تو كونسوماتور, ولا بي تو سي, يعني البرودكسيون بيرسوناليزي بور ان كليون كيلكونك. انت ما خديتش هاد البرودوي, غادي يجي واحد اخر غادي ياخذو. دونك انا بالنسبه للونتربريز طالما هي تتبيع وطالما كتحقق ارباح من المبيعات ديالها, ما كتبقاش تاخذ بعين الاعتبار دونك هذيك الاولويات اللي عند لو كليون, بحال كيما هضرنا قبل الالوان والاشكال اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ملي تيكون هاد النوع ديال الاسواق, ما غاديش لونتربريز انها تضطر انها دير مجهودات ديال الماركتينغ اضافيه طالما البرودوي ديالها كيتباع بسهوله في السوق. دونك كيفما قلنا قبيله, غالبا هاد النوع ديال الاسواق اللي تيكون فيها العرض قل من الطلب ولا الطلب اكثر من العرض, غالبا في الدول الناميه, لان هي اون فوا دو ديفلوبمون. اي حاجه مثلا برودوي كان جديد دونك دون مانيير فلاغرونت كيدير واحد لو سوكسي, بحال مثلا تيليكومونيكاسيون اللي دخلت مثلا المغرب ولا الدول العربيه ولا الدول الافريقيه, الانترنت ولا لي سمارت فون اكسيتيرا اكسيتيرا. لاحظتوا مثلا عيش المغرب 40 مليون نسمه, وعدد المشاركين كيوصل حتى 60 70 مليون ديال المشاركين, بمعنى كتلقى واحد عنده بزاف ديال لي بورتابل, بزاف ديال لي نيميرو ديال لي كارت مثلا ديال اتصالات ولا ديال شركات اخرين. دونك هنا في هذا النوع ديال الاسواق لونتربريز كما قلنا ما محتاجاش انها دير
مجهودات كبيرة على مستوى الماركتينغ ديالها طالما المنتوج ديالك كيتباع بسهولة. دونك اشنو قلنا؟ الكونسوماتور طالما تيكون يبغي البرودوي يكون متاح ليه بثمن غادي يشري البرودوي بطريقة سهلة. لو جيستيونير دابا لو رول بريوريتير دي جيستيونير اي طالور d'accroître la capacité de production et d'améliorer l'efficacité de la distribution. Donc, dans le cas en tant qu'entrepreneur, tu sais que tu as beaucoup de demandes sur ton marché, tu as beaucoup de demandes sur ton marché, donc tu vas dire logiquement, tu vas sortir l'inventaire plus tard, tu vas sortir l'inventaire plus facilement. Et une autre chose, donc améliorer l'efficacité de la distribution. اشنو قلنا؟ قلنا المستهلك راه تيخد برودوي ملي تيكون متاح قدامه وبثمن مناسب. دونك انت خصك دير مجهود كبير انك تحاول تنشط هذيك الفعاليه ديال التوزيع ديالك. ما يمكنش مثلا البرودوي اللي لقاوه في هذه المدينه وما كاينش في مدينه اخرى، لا. يعني الا كان برودوي تيتباع اكثر خاص يكون بريسك كاع لي بوان دو فونت. دونك لو جيستيونير كيس كيل فاغ اوغمونتي لا برودكسيون، يطلع وتيره ديال الانتاج. ملخص ملي تندخلوا الان ان مارشي، واحد السوق، ما دائما تطرح لنا التساؤل اش من اوبتيك ونيفو ديال التسويق ديالنا غادي نقدروا نديرو. هادشي كله سا ديبون، لاش سا ديبون الواقع اللي حنا فيه. الا كان لا دوموند كثر من لوفر، معنا طلب كثير ولا اكثر من العرض، الناس كتطلب برودوي بشكل مثير وبشكل كبير، كيس كون فا فيغ الكونسوماتور في هاد الحاله شنو تيكون عنده؟ تيكون عنده هو باغي البرودوي بيان سور، لان الطلب كما قلنا كاين، كيركز على يكون البرودوي متاح قدامه كاين وثمن بيان سور مناسب. الا كان ثمن مناسب دونك هو في جميع الحالات راه غادي ياخذ برودوي. يعني لونتربريز عاوتاني ما غاديش تبيع باثمنه خياليه، دونك الا كانت غتبيع باثمنه خياليه دونك انا غادي نضطر انها دير لي زوبسيون ميركاتيك بشكل اخر. ولكن حنا دائما اون سيبوز بان راه هذاك البرودوي ايكيفالون ولا لو رابور كاليتي بري راه كاين، يعني داك الكاليتي على حسب داك البرودوي اللي كاينه راه عندها ثمن مناسب ديالها. دونك لو جيستيونير في هذه الحاله شنو تيدير؟ تيفكر في حاجه واحده، شنو هي؟ اوغمونتي la production. دونك نعاودو، ملي كتدخل واحد السوق كتقلب بعدا لوبتيك اللي غتبنى او نيفو ديال التسويق ديالك. كان عندنا الطلب اكثر من العرض، كنعرفو بان المستهلك راه دائما تيبغي ان المنتوج يكون قدامه متاح باسعار مناسبه. لو جيستيونير ما غاديش يبذل مجهودات كبيره على التسويق ديالو طالما المنتوج ديالو كتمشى بسهوله. دونك فقط خصو يرفع الوتيره من الانتاج. كانت هذه الحلقه اليوم عن لوبتيك برودكسيون. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. الى الملتقى.